حنشيحة برشا برشا قلت لها حنشيحة عطتني برشا برشا ما انا عندي حتى تنسية بالطبيعة بالفترة يعني قولي والله كا والله شنو الحالة الحاجة التونسية اللي فيك الحب بك وانتو ليا انا عارفة ان اهل تونس بيحبوني وانا قابلت كتير مع ناس من تونس وكنت بروح ساعات الامارات بتقابل حالة بنحبك برشا برشا فكلمة برشا برشا عرفتها من الفانس نحن نقولوا محليك برشا برشا نحبك برشا برشا انا بحب نقولوا انا بحب القاف تبقى قاف الجيم تبقى جيم بحب قلت لك تعالي ايجا قلت لك انجا ايجا 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 دي لبناني على فكره قول والله ايجا ايجا لهون تعال هون هيك تعال هون باهي انا برنامجي اسمه نوثا شو اوكي واليوم جاي باش معك حوار ياسر ياسر مزيان وسامباتيك خفيف باهي شفناك في مهرجان الجونه فيلم عنده 23 سنه كلموك إدارة المهرجان الجونة وقالوا لك راهو الفيلم موجود في المهرجان شنو الإحساس اللي جاك؟ بس أنا جسمي أشعر والله دلوقتي يا أختي جدا كلي طبعا أولا أنا يعني مش هعرف أعبر لك أنا حاسة بإيه بس أنا قد كده بيقولوا قد كده قد كده قد كده مبسوطة ما زي التونسي بنقول مبسوطة قوي فرحانة برشا فرحانة برشا 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 ليه ليه لازم تجيني التونسي لازم تجيني التونسي لازم وتوا كيفاش تحضر روحك تلبس الدغاسه هي المزيانه وجايه هون وباش تقابل برشا صحفيين لا قلبي كان بجد يعني متوتره جدا مبسوطه لان انا خلي بالك انا برضو بقالي كتير بعيد شويه فبالنسبه لي ان انا اجي فيلم بحبه وعارفه ان الجمهور مستني انا عارفه وعارفه ان الناس هتبقى مستنيه بره نفسهم يجوا يعملوا انترفيو مبسوطين عشان عايزين يشوفوا ياسمين فما مشهد هما مش حالة دلوقتي ياسمين هي دلوقتي البطلة ياسمين يا حالة شيحة البطلة اعطيني مشهد باش نسكروا بيه ما نطولوش على جماعة مشهد بركة قعد لك في الذاكرة ولا انت عودته برشا تعبت فيه اوكي المشهد اللي قاعد في الذاكرة قاعد في الذاكرة كان المشهد اللي هو المهم جدا في الفيلم اللي هو المواجهة بين ياسمين وبين حازم لما تروح له البيت وهو مش عايز وهي بتحبه قوي وتكتشف ان هو فعلا مش عايز اصعب موقف للبنت ده قلبك وجعك قلبي وجعني طبعا قوي طبعا قلبي وجعني جدا جدا الله يعني. لا يوجع لك قلب يا رب واي راجل يحب يمشي ويخليك انت حلو البيب فهمتني طبعا فهمتك شنو فهمت لا لازم كل ست تفهم ان هي لازم تكون بتحب نفسها وبتعتز جدا بنفسها وما تخليش اي حد ياثر عليها ولو حست ان حد اقوى منها ومش بيحترمها مش بيقدرها هي لازم تمشي برشا برشا لازم نروح بيك انت ثانك يو نورتي اي لاف يو ثانك يو الاهل تونس كلهم بحبكم برشا كتير يعني الله يخليك شكرا يا روحي ثانك يو ثانك يو شكرا كتير شوف هشوفه عايز احضر ده اكيد